إذا دكتور، منع أي مالك لمؤسسة صيدلانية من عقد أي اتفاق مع جهة تروج لصرف وتوصيل الأدوية دون الحصول على موافقة مسبقة. نتحدث بداية دكتور عن أسباب هذا القرار، تفضل. أشكرك على هذا التواصل، وأريد أن أتكلم بكل جرأة وصراحة حقيقة. تفضل. إحنا في مجلس نقابة الصيادلة وفي الهيئة العامة أصبحنا نتفاجأ أن هناك بعض شركات النقل العاملة عقود مع مؤسسات وطنية تحترم وتقدر لتوصيل بعض الأدوية والمكملات الغذائية من الصيدليات إلى المواطن. إحنا في مجلس نقابة الصيادلة كافة التشريعات بنصوصها وقوانينها هي واحدة، وهذا الشيء لا تسمح به التشريعات. إذا كان المرء يفكر أن مجلس نقابة الصيادلة هو ضد مواكبة التطورات والتكنولوجيا والتسويق والتجارة الإلكترونية فهو مخطئ. إحنا مع هذا التطور، لكن مع التطور من أسس وتعليمات تشرف عليها نقابة الصيادلة وتكون عنصر أساسي في وضع هذه التعليمات. بنفس الوقت يجب أن يكون هناك ضوابط تحافظ على حق المواطن الأردني في وصول دواء آمن المحافظة على صحته وسلامته. ناهيك عن أننا في مجلس النقابة دائما نحرص على الحفاظ على حقوق وكرامة الصيدلاني الأردني، والتشريعات الناظمة تبين أن مجلس نقابة الصيادلة هو وحده صاحب الولاية في المحافظة على كرامة الإنسان، وخاصة فيما يتعلق بالصيادلة. ناهيك عن أن نقابة الصيادلة هي الجهة وهي المظلة الوحيدة أصلا الراعي لمهنة الصيدلية والحفاظ على كافة القضايا المتعلقة بمهنة الصيدلة. طيب يعني دكتور، هل تم تسجيل أي مخالفات أو لنقول ممارسات غير مناسبة حتى صدر منكم هذا القرار؟ سيدتي، إحنا ورد إلى مسامعنا أن هناك جهة تريد أن تعمل وفرت على الصيادلة أبحاث صيدليات توقعها على عقود وبخصومات وكذا، قضية تجارية. يعني وصلت هذه المينة إلى حد التردي بحيث أنه الدواء اللي هو مسعر من قبل الحكومة من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء والذي ينص على أنه لا زيادة ولا نقصان يباع الدواء في كافة الصيدليات في المملكة بسعر واحد موحد، أصبحت هناك ناهيك عن بعض الشركات الأخرى أنه حتى الناقل أصبح يطالب بخصومات 10% و15%، وكأن ربح الصيدلي هو 100%. يجهل المواطن ويجهل الناس هاي اللي تطرح هذه القضايا أن الربح الصيدلي لا يتجاوز 15% من ثمن الدواء، ناهيك زيادة عليه في 6% مصاريف الإدارية. المصاريف الإدارية أصبحت عندنا تتجاوز 15%، وأصبح الربح لا يتجاوز 6%. واليوم شركات نقل تريد من الصيدلي 10% و12% بتقول له تعال وقع علي. إحنا لن نقبل بهذه الطريقة، ولن يوقع صيدلي على ساحة الوطن مع أي شركة ناقل ما لم تكن النقابة واضعة بعض التعليمات إذا بدنا نسمح بذلك. هذا إذا بدنا نسمح ضمن الأسس وضمن التشريعات. طب ما هي هذه الأسس والضوابط دكتور التي يعني تخول هذه المؤسسات بالحصول على الموافقة؟ يا سيدتي، في القانون والنظام لا يوجد في نقابة الصيادلة ما يسمح لهذه الشركات بنقل الأدوية، وصاحب الولاية في إعطاء الدواء إلى المواطن يجب أن يكون صيدلانيا. أسألك سؤال، هل يجوز الطبيب لما بيزور مريض في بيته بيجوز يودي له ممرض بدل طبيب؟ الطبيب لما الممرض لما بيروح يضرب الإبرة في منزل هل يجوز أن نبعث له صيدلي؟ الصيدلي هو من يسلم الدواء، وعملية التوصيل يجب أن تكون إذا كان لابد من ذلك ووضع أسس، الصيدلاني هو الذي يقوم بعملية تسليم الدواء للمحافظة على الدواء خلال الوقت من الصيدلية لغاية المريض وشرح آلية عمل الدواء للمريض والعودة. أما ما بيجوز ناقل. طيب دكتور، ناقل يعني دون ذكر أسماء أنه يقوم قاعد بنقل كل حاجة في البيت أنه يجي يسمع له بنقل الدواء كمان. مين اللي بحكم على عدم تغيير هذا الدواء أو تبديله أو تهريبه خلال الفترة الزمنية الواقعة عملية النقل ما بين الصيدلية والمريض؟ طيب.
طيب دكتور، ايضا في هذا الاطار يعني هناك، تعلم بانه هناك الكثير من المواقع، حتى اصبحت يعني المواقع الالكترونيه تقوم ببيع بعض المنتجات الدوائيه لنقول، وايضا المكملات الدوائيه باسعار اقل من الصيدليات، بالتالي المواطن يذهب لهذه الادويه كونها اقل سعرا يعني، هل هذا مبرر يعتبر للمواطنين لنقول؟ لا لا لا، ليس مبرر، وهذا احنا نحارب هذه القضايا حفاظا على صحه المواطن، وبالتالي ثبت بالوجه الشرعي وثبت لدى المؤسسه العامه للغذاء والدواء في وزاره الصحه، ثبت ان هناك بعض الادويه التي تاتي من الخارج وتباع عبر التطبيقات لا يوجد بها الماده الفعاله، ولكن عمليه التقليد اصبحت موجبه بحيث لا المواطن يقدر يفرقها ولا اي شيء، الكبسوله هي نفس الكبسوله والشكل هو ثابت ولكن الماده الفعاله غير موجوده. هذا الشيء احنا اذا بدنا نحافظ على من الدواء وعلى صحه المواطن يجب ان يكون عندما وضع المشرع هذه القوانين والانظمه ما وضعها هو لغايات بس مزح، وضعها لانه درس الوضع ودرس المهنه وعرف ان هذه المهنه هي مهنه انسانيه، ان الصيدلي يجب ان يحافظ على صحه المواطن وان يرشده وان يعطيه الدواء المناسب بالطريقه الصحيحه والسليمه، مش اي مواطن يدخل الى هذه المهنه. أنا طيب دكتور، ما هي الاجراءات التي ستتخذ بحق المخالفين؟ نعم، الاجراءات التي ستتخذ من قبلكم بحق المخالفين؟ احنا بالتعاون مع مؤسسات الوطن، مع وزارة الصحة، مع وزارة المواصلات، مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء، هذه التطبيقات اللي قاعدة بتصير حقيقة هي تطبيقات تسيء إلى السياحة العلاجية الأردنية وتسيء إلى المواطن الأردني، وبالأخير يعني قاعدين بجيبوه من تركيا، الأدوية أنا بقول لك، الأدوية في تركيا خلال اليومين الماضيات ارتفعت 30%، أصبحت إبرة الحديد اللي كنا احنا نبيعها هون في الأردن ب 125 دينار، الآن في تركيا سعرها إن لم تكن زيها أكثر، قاعدين يبيعوها 30 دينار، ممكن تقولي لي كيف؟ 30 دينار منين نجيبوها؟ كلياته تقليد. نعم، ولكن أيضا دكتور يعني حتى نأخذ رأي المواطن أيضا من ناحية أخرى، يعني بعض المواطنين يقولون بأن نحصل على نفس هذه الأدوية كما ذكرت، هذه الدول يعني الدول التي ذكرتها، ولكن بأسعار أقل. أسعار أقل ولكن حاليا مش أسعار. وبنفس الجودة يعني حسب كلامه. لا مش بنفس الجودة. وتم قبض أدوية مع أنت لا تستطيع تفكيكها عن العلاج الأصيل حقيقة شكلا. إذن عندما تبحث المادة الفعالة تجد إنها غير صحيحة وغير كذا. إذن كل الشكر لنقيب الصيادلة الدكتور محمد عبابنه.